للمرة الثانية نزور مستشفى سرطان الأطفال 57-357، نجد أن عدد المرضى قد ازداد، والعلاج الذي يقدم لهم كذلك في تحسن مستمر. أصبح هناك عدد كبير من أبناء الدول العربية يأتون إلى هذا المستشفى، فيقوم المستشفى لهم بالعناية لمرضاهم ولآباء وأمهات المرضى، وهذا يدعو أهل الخير، وهذه شهادة مني لهذا المستشفى، يدعو أهل الخير بإذن الله أن يبذلوا كل ما يستطيعون في سبيل دعم هذا المستشفى بجهدهم بأموالهم، وحتى نفخر بمثل هذا المستشفى في علاج أطفالنا وفي علاج مرضانا.